أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلم أحد أهم جوانب التراث الإنساني ومنصات العمل المشترك التي تعد أساس التنمية والأمن والسلام، مؤكدا ضرورة بناء علاقات علمية متينة مع مختلف الدول. وأوضح الشيخ صباح الخالد في كلمة له خلال افتتاح الملتقى السنوي للأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم، أوضح أن هذه الملتقيات تعزز التعاون المشترك في ميادين البحث العلمي وتطور العلاقات العلمية بين الكويت والدول العربية وألمانيا. إن اجتماعكم اليوم للتباحث في التعاون المشترك في ميادين البحث العلمي في جميع التخصصات يعد خطوة أساسية تساهم في تعزيز الروابط بين العلماء والباحثين الشباب ومد جسور التواصل الدولي في هذا المجال وتطوير العلاقات العلمية بين دولة الكويت وباقي الدول العربية من جهة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من جهة أخرى، إذ سيشارك في هذا الملتقى أساتذة وباحثون شباب من مؤسسات أكاديمية وبحثية في دولة الكويت مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجامعات الخاصة، يلتقون بنظرائهم من الباحثين الشباب المتميزين من الدول العربية الشقيقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك في مجتمع تعاوني يستهدف دعم المشاريع البحثية الرائدة في مجالات الأبحاث والسياسات والعلوم وتشجيع التعليم في ميادين عديدة في العلوم التطبيقية والإنسانية.